عملت حسابي وظبطتهم بكل ال عشان ما نغيرش الكيس كده تمام. انا تحت امر جاب حاجه واحده احتياطي بس ربنا يخليك. انا عملت شوت في اثناء المحاضره واتضايقت بس تحت امر. انا جنبك انا بخلص اي تكمل كفرج لبعض انتيتيز كيسز بوت كيسز. دي حاجات بتجيش في امتحانات قبل كده وبتكفر توبكس ممكن نكون شفناها او هنريفايز برضو حاجات جديده لسه ما شفناهاش. معانا جروب حوالي 90 سلايد تلتين وجي اي هننجز فيه على قد ما نقدر وان شاء الله هنكمل جيو. هناخد ساعه جي اي وساعه ربع جيو كده ان شاء الله. الله المستعان. انا برضو المرتين الاخرى كنت جاست ريسيفرز وده مش عاجبني. في حاجات انا هقولها كذبا دلوقتي وفي حاجات حابب ان انتوا انتراكت معايا حجه ان احنا لسه في اول السمستر وفي حاجات لسه ما قريتهاش او ما خدتهاش المفروض انها بتنتفي شيئا فشيئا. دي حاجات من امتحانات سابقه يعني موصلي من حاجات 2013 2014 حاجات سبوت دايجنوزس لليفل ماجستير. انا عجبت حاجات اللي شفناها قبل كده ومتكرره ده تيبيكال ابييرنس اوف سودو ميكزوما بيريتونيال سبريتونيال كولكشن اوف ريليتيفلي هاي دنسيتي في كومبيرز فلويد دنسيتي هير ويز ذا ستومك فلويد اي ثينك تشوز ريليتيفلي هاي دنسيتي ذا هول مارك اوف ذا ستادي از سكالوبينج اوف ذا اوتر سيرفيس اند مالتيبليكيشن اوف ذا فلويد كولكشن انترنال سيبتيشن مي انهانس again it shows scaloping of the outer surface of the liver and spleen. عظيم. The primary is as we said before scope abbreviation for stomach colon ovary very important and pancreas. It's some sort of gelatinous mucin containing tumor from mucin secreting primaries. عظيم. وبلاقي نفس الابيرنس اوف كوليكشن وزين ذا بيلفيك كافيتي. ايه الاستادي؟ احنا معانا 90 سلايد زي ما قلت فمش عايزين دعوه. ايمان كده ايه رايك؟ اي ار سي في ماشي. This is a cannula of the scope okay, with retrograde contrast injection uphill through the distal to opacify the proximal biliary tree. A diagnosis tag. BSC, primary sclerosing cholangitis. It's some sort of autoimmune disease. We associated with tapering or pruning of distal. على عكس ال common pathway بتاع ال obstruction. Obstruction بيبقى dilated intra. And taper distal أو extra hepatic biliary tree. هنا العكس. هنا بلاحظ إن كل ما ببعد كل ما لقي pruning أو attenuation للكاليبر of the biliary tree. عظيم. فده منظر بتاع primary sclerosing cholangitis. دي gallbladder. دي another case. الكيس هنا فيها biliary أو hepatic cirrhosis عموما. cirrhosis of the liver هنا associated مع biliary radicals dilatation و باين في ال alternating areas of dilatation و sclerosis أو dilatation and diminished caliber. في liver cirrhosis mostly of biliary origin biliary cirrhosis ومعاه spleen ومجال. احنا لما كملنا برضو في ال MRI confirms the presence of intrahepatic biliary dilatation بس مش بالشكل اللي هو بتاع الديستال اوبستراكشن. المنظر ده اللي هو بان عندي برضو نفس الابيرنس بتاع برايمري سكليروزنج كولنجايتس في بروننج واتينويشن للانترهيباتيك بيليري راديكلز
alternating مع areas of dilatation. فده المنظر بتاعه في الام ار سي بي وبيبقى associated معاه hepatic او biliary origin of hepatic cirrhosis. دي قلنا قبل كده ده normal or typical appearance and presentation للأكاليزيا of the esophagus. The achalasia here is infradiaphragmatic obstruction at the level of the esophagogastric junction, smooth, even, equal from both sides, and strictly infradiaphragmatic with almost no or minimal passage of contrast beyond the site of obstruction, smooth and moderate to severe dilatation of esophagus proximal to the obstruction. Its long-standing process starts starting with الأول with fluid and dysphagia to fluid followed by dysphagia to solid or soft tissue. على عكس الكانسر الكانسر بيبتدي الأول أول ما يجي مش قادر يبلع حتة اللحمة وبعد كده بيوصل مش قادر يبلع مية. انت طبعا بتشوفي الفيكسد انت عندك كروزر انت عندك هنا اولا دايليتيشن كبير بعد كده انت بتكومنتي على السايت فور اوبستراكشن ممكن دي تفك بعد كده شولدرنج هيبقى يعني انت في الباريوم بالذات تبقى العمليه سيريال انا هشوف دي فكت ولا لا انا هنا كومنت عندي عند السايت فور اوبستراكشن سايت فور اوبستراكشن سموث وايكوال ان بوث سايدز دي ممكن تبقى فيلينج افكت ممكن نحطها شولدرنج بس ما تبقاش شولدرنج يعني لو ده شولدرنج هيبقى ده السايت فور اوبستراكشن يعني ده التيومر هيبقى ده السايت ما يبقاش الاوبستراكشن تحته فهنا ده السايت فور اوبستراكشن انا بكومنت عليه وانا شايف ان في تابرنج سموث تابرنج وفي البارود بيك ابييرنس اللي بقول عليه لان انا شايف هنا سموث وهنا سموث هنا ده مش ريجولر ممكن ما يكونش فيكسد حجم الدايلاتيشن والسايت اوف اوبستراكشن انا ما ببصش تحته انا يهمني السايت فور اوبستراكشن دي رقم واحد الاكاليجيا او الاكاليزيا رقم اثنين هحط تيومر كاحتمال انه يكون عامل هو سكندري اكاليزيا بس هنا المنظر بكومنت على السايت اوف اوست ايه رايكم عايزين انتراكشن يا جماعة كلام في الكتب دانيال what is your opinion رو دانيال مش كان هنا كان ما بيني برضه وجي اي اجيو بس feeling fixed في الستومك في البادي كده اثر ده الاسفاجو غاستريك او تحت الدايفراجم عندي اهو جزء بتاع الفندس ده البادي دي الانسيزورا وهتفرق ما بين البادي والبايلورس وعندي وايدنج للسيلوب اوف وايدنج سيلوب اوف ماشي فهنا عندي سام سورت اوف بانكرياتيك هيد باثولوجي ميبي سيست اور تيومر ويهمني ان انا اشوف الكونتور بتاع الديودينوم اذا كان في انفيرتد 3 ساين بري امبولاري كارسينوما او في انفلتريشن او انفيجن او هي جاست مثلا بناين او حاجه نيوستينس او سيروس سيستادينوما فهنا سم سورت اوف بانكرياتيك هيد باثولوجي انا يهمني انا تعرفي على مكان الباثولوجي هنا اقصى طموحك في الاستادي ده انك تشوفي مكان الباثولوجي وإذا نورمال ولا باثولوجيكال واكتر من كده ايه اللي موجود هنا وهل ده نورمال ولا باثولوجيكال فانا جاست بوريكو كتيتشن انما لو جت في الامتحان انت هتقولي وايد سي لو فور ديفرنشال دايجنوزيس اوف بانكرياتيك هيد باثولوجي ده رقم واحد كل حاجه ليها حدودها ايه الاستادي ايه الاورجان اللي قدامي وايه الاحتمال الباثولوجي Thank you.
خطوره امنيه انا شايف الدخل امنيه رايك ايه اللي ممكن نشوفه المنظر ده جوه الجولد ايه اشهر ورمز موجوده في الجولد اشهر ايه بالظبط فاشيولا اسكاريس مين تبقى مور اكتر في السي بي دي ممكن مور الثانيه تبقى اكتر في البيت مين في السي بي دي اكتر شيولة في السي بي دي اسكاريس جوه الجول بلادر اكتر واسكاريس من الحاجات المشهوره اللي تعمل بنتريشن وانفلتريشن للبلادر وتعمل فيستولا هنشوف كمان شويه حاجه دايجنوستيك للحكايه دي فالاسكاريس تبقى مور انها تخش توصل لجوه الجول بلادر اليومن تستيوليت على الديدينم او ايفن على الاستومك واخدين بالكم ده منظر فعلا الايكوجينيك سكيلتون بتاع الورم ده الجي اي تي بتاعتها وهم مالتيبل فده هنا حط الاسكاريس بريليمينري دايجنوزس منظر شبيه بيه لو شفته بالسي بي دي هيبقى فاشيولا اكتر ياخد باله من الكومنت مكتوب افتر ايفاك اوكي باريوم انيما ستادي ده الفيو بتاع التيبيكال بتاع البوست ايفاكيويشن وعندي سام سورت اوف ريتيند كونتراست موجود في الديستال في الانال كانال والريكتوم انما بقيت الكولون لحد الهيباتيك فليكشر رازر جود امتين الباثولوجي عندي هنا جميل اللي هيبص هنا برضو لازم يكون من الذكاء ان يلقط الفايندنج من الاخر ان انا عندي ساينز اوف سمول باول دايليتيشن شايف هنا في سمول باول دايليتيشن دي الفابيولي كونفنس سنترال والديجري بتاعته ماشيه مع سمول باول في اير فلويد ليفلنج هنا في عندي ثلاثه كبار اهم فانا عندي باثولوجي على السايد بتاع الرايت سايد اوف ذا كولون عظيم ونتج عنه مع الفيسيكال انكومبتنس بدا يخش ان هو ينقل البريشر بتاع الاوبستراكشن للسمول باول فانا عندي لارج باول اوبستراكشن واسوشيتد معاه سمول باول دايليتيشن طيب المنظر ده عندي حاجه من الاثنين المنظر ده في الباريوم ده منظر الانترسسبشن تيبيكال ابييرنس اوف انترسسبشن المينيسكا ساين او الستاكت كوين ساين او السبرينج كويل كل دول او نابليون كاب في الاطفال كل الساينز دي بتوصف الانترسسبشن وذر از اتيز امباكتد او بعد ما يفك بيعمل ستاكت كوين كان حتى صف عملات كده جنب بعض ماشي فالمنظر ده الانتر تلسكوبينج باول لوبس ده كله كوليك ده كاركترستيك للانترسسبشن في البري ساعات او مش ساعات اكشوالي سبيكينج الباريوم انما هنا ممكن بتبقى ثيرابيوتيك فك معانا ان هو بيحقن كمان اندر فلوروسكوبي ويشوف الساين بتاع الباول لما بتفك من بعض بتعمل ستاك كوين جنب بعض هنا برضو نقطه مهمه ان ناخد بالنا من السمول باول دايليتيشن قلت لكم حضروا محاضره الدايفرتيكولوم سايت هنا عندي اوف ابر ابر اسفوجيل او لور فارينجيل الترانزيشن بيبقى عند ليفل سي 6 7 ماشي عندي حاجتين في زينكرز دايفرتيكولوم وفي الكيليان جامسون دايفرتيكولوم مين فين يمين زينكرز بيبقى ستيف والتاني كيليان جيمسون لا ده كلام صح
المتقدمين مين الاكبر عدد؟ ديكر. ماشي، فهنا لو هقول هيبقى مين ده؟ ده لاتر، ده انتروستير فيو، ده لاتر. يبقى انا عندي ابر سوفيجيال او ديستال لارينجيال فارينجيال دايفرتيكولوم، والارجح ان ده كونو لاتر، فده الكيليان جونز. ده اوسوفيجس يا جماعه عشان برضو ما تستغربوش، الصوره كانت كده. انا عايز يعني احفظوا المنظر ده، مش هنكومنت عليه دلوقتي، احفظوا بس المنظر وهتيجي الدليشن ليه بعد كده. احفظوا بس المنظر ده بتاع الدليشن حاصل. ومين دكتوراه تاني معانا؟ منيا وإيمان في حد تاني؟ مش شايف. أهلا دينا. مش شايف والله، معلش دينا. يسرى جت؟ طيب دينا إيه رأيك؟ برافو عليك، ده منظر الألسر. قلنا الألسر دي كولر في تيشو إديما وسنترال فليك أوف باري. ده ليه منظر، ليه اسم. ده ليه اسم يا دينا. دي نوع الألسر، دي الجستر بتاعتنا، البيبتيك بتاعتنا. دول مالتيبل، دول أفسويد، ده اللي بيجي في اللثه وبيجي في التشيك. نعم، الاستادي المفروض انت تقولي لي سباريوم ميل. برافو ايمان، دي دبل كونتراست فيز. دبل كونتراست مينلي روتين في الباريوم انيما، بستخدمه بعض الاحيان في الباريوم ميل في حاجه زي كده هيفردها بعد ما تعدي الباريوم، بشوف الميكوزا ريليف ستيج اللي هو الامتنج، وبعد كده بشربه كربونيتد درينك باور فروت او 7 اب او الكلام ده، هينفخ جازز ويعمل لك المنظر. دبل كونتراست باريوم ميل ايمج مالتيبل سمول سكاتر افسويد السرز ات سم سورت اوف اكيوت انفليمد سمول مالتيبل السرز اوف ان ايكوال ديستريبيوشن او حضرتي معنا البريم؟ قلنا في أي أورجن هولو فيسكس، هنعيد الكلام تاني، أنت بتعملي حاجة اسمها فيلينج فيس، بملاه بيبان أبيض عشان أشوف اليومن بتاعه وعشان أشوف فيه فيلينج ديفكت وعشان أشوف أوستراكتد ولا لأ. دي المعلومات اللي باخدها ايا كان فولنتري او انفولنتري، بستنى لما الاورجان ده يفضي واخد صوره بيتحول لاورجان اسود وكولابسد، اشوف حاجه اسمها ميكوزا ريليف، دهنه الميكوزا دي بالباريوم، الدهنه مش الديستنشن. ايه اخبارها في الكولون وادي في الاستومك؟ بعمل دبل كونتراست، يبقى بقايا الباريوم اللي موجوده او بقايا الصبغه بروح نفخ عليها هواء علشان الوول يبقى مرسوم بهذا المنظر واليومن واضح عندي عشان لو في ألسرز ولا حاجه. يبقى دي ثيرد ستيج. ده كتكنيك انتوا ما شفتوش قبل كده، لازم تبقى عارفه ان ده باريوم، لازم تبقى عارفه ان ده باريوم مين عشان دي ستومك. كونها منفوخه يبقى ده دبل كونتراست اللي هو ما بنستخدموش روتين، ولكن هنا فادني في الحل. فعمرها ما هتبقى بيضه لان انا مش قاصد الفيلينج. اوكي، انا بشكر الدكتور، لو في حاجه مش فاهمينها قول، حتى لو حاجه سيمبل ممكن تكون ما حضرتش، ممكن يكون ما كانتش واضحه يوميها. هنا ايه الحاجه اللي تعمل افسويد ألسر؟ تاخدين بالكم الاسم افسويد يعني شبيهه بالافسس اللي هو بيجي في الجيب، او افسويد اويد يعني سيميلر تو. سوبرفيشال نوت ديب نوت بنتريتنج، عظيم. هي سمول ان سايز رياكتيف لحاجه معينه. المنظر ده ممكن يعملوا حاجتين. زولينجر إيلسون ده رقم واحد، وهيبقى شوتد معاه سيكند ميكوزا، هنشوف حالات كمان شويه. الدكتوره قالت كلمه صح، الافسويد نفسه في الانفلاماتوري باول ديزيز وهشوف في الكرون. يعني الافسويد ده في الانفلاماتوري باول ديزيز كايرلي ستيج،
بعد كده بقى في ديب ألسرز وروز ثورن ألسرز وبنتريتنج ألسر. إنما رقم واحد زولينجر إليسون سويد ألسر مالتيبل ألسر في الاستومك مالتيبليستي تبقى مع زولينجر إليسون اللي هو هايبر جاسترينوما سيكريت. أمنية هتسلع على الدكتوراه النهارده. ايه الفحص الامنيه وايه التشخيص؟ وعادي طيب عايز تيجي قدام تعالى تمام. اني فيز فيلينج يبقى بيضا يعني هو بيني وبينك كده نصه فوق ميكوزا ريليف ونصه تحت فيلينج بس هو ميكوزا ريليف اكتر. ماشي جاست اعتقد دي فيو ده فيو تمام. ده فيرتيكلوس اعتقد وريتهالكو صح بتبقى مور ديفايند اكتر وبتحس انها كونتراست فيلد عظيم. هنا هنا في الديسكريبشن الصح لكلمه شاجي شاجي وول اوف ذا سيرفيس. شاجي يعني مشرشر ريجولر بيزار او 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 سريتد. ده الشاجي اوسوفيجاس بتاع الكانديدا مونيليا. ماشي اتس امبورتنت تنزل في امتحان كتير مع الميونو كومبرومايز الان كنترول دايابيتس مونيليا مونيليازيس او كانديدا اوسوفيجايتس. ماشي الاسوفجايتس من الحاجات المهمه سواء الريفلكس اسوفجايتس او الاورجانيزم انديوسد اسوفجايتس و سايتوميجالو فيروس بيعمل اسوفجايتس بيعمل جاينت ألسر. احفظوا ميجا مع جاينت جاينت ألسر الألسر الكبيره بتبقى مع سايتوميجالو والمونيليا بتعمل المنظر والهربس والهربس هربيتيك اسوفجايتس. ماشي عندي تشخيصين ممكن عندي ده ايه ده سخن طب فيه ولا ايه يفصل ويفتح تاني يفصل مش هيفتح تاني وعطيه